احتفلت البلاد كغيرها من البلدان العالم باليوم العالمي للأرامل الذي يصادف 23 من يونيو من كل عام. وجرت المناسبة تحت الرعاية السامية لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في دورتها الثانية، وأن شعار هذا العام حقوق الأرامل التشادية. وبهذا اليوم أن الاحتفال هو دليل على وعي الشعوب واستعداد الحكومات الوقوف مع الأرامل تأكيدا للعمل إلى جانب التحقيق ومنح الحقوق الكاملة لهؤلاء الأرامل. المناسبة تناولت عدة فقرات، منها مداخلة بعض النسوة اللائي شاركنا في هذه المناسبة وعبرنا عن بعض معاناتهن في الحياة اليومية. عشر يوم ده هم يعني طالوني برا بيستخدموا في الدين طالوني في برا، لكن في الدنيا لا تشيل صبر تسمي. وخلى لي 6 أيتام ربيت، ربطت صلبي وضحيت بشبابي، ربيت إيالي قريتهم وزوجتهم وبقيت حبوبة أنا 18 أحفاد. نقول المرأة الأرملة ده مهما كان كله أنت من راجلتي مادة تربيتي سلوكي تفكري كيف تربي إيالكي. وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني أرجون جلال خليل حيث رحبت بالحضور وقالت بأن وزارة المرأة ستعمل بجد ونشاط في البحث عن مصادر لتقليل من عبء الحياة ومساعدة الأرامل لأجل مواجهة الحياة، ومطالبة من شركاء البلاد الوقوف معا من أجل استكمال حقوق الأرامل. أما الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور ممثلة لوزير العدل المكلف بحقوق الإنسان، في مداخلتها شددت على ضرورة توفير الحماية لجميع الأرامل عن طريق فرض القانون واللوائح المنصوص عليها في الاتفاقية والمواثيق الدولية لأجل حماية والمحافظة على حقوقهن. وفي الكلمة الختامية التي قدمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بكونها راعية الحفل، قالت بأن اليوم العالمي للأرامل فرصة مانحة لبناء حياة آمنة بعيدة عن العنف وسوء المعاملة والاتخاذ التدابير اللازمة في مواضع القرار والحصول على حقوقهن بالكامل في المحافل الدولية. وطالبت سيدة البلاد الأولى من رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فتح الفرص أمام النساء خصوصا الأرامل منهن للمشاركة في كافة المناشط عبر منظماتهن. هذا وفي نهاية المناسبة قدم شهادات تقديرية لبعض الجمعيات المشاركة في الساحة من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. المرأة الأرملة دي المرأة ما بولدوك يا أنتي أرملة، الدنيا وربنا سبحانه وتعالى بيجيبها والخدر بيجي والمرأة تقع أرملة. اليوم أسبانا فين جمعنا كل نشاهد في أوين وهدين كان راجلك مات، وليوك أهل الراجل يلوموا فوقك يجوا كاتفوك يجوا يقوفوا معك، لأن أنت والدر مواتيه هناك نصك أبو إيالك سيد بيتك زوجك بوجه همهم الأهميتهم بدوروا المال هو سيدة كله ما شخله أنت كان قلت شيله كله ولا بنفعك وشيلوكم عمدة وبتردوا المرأة منه بالبيت بعد منه المرأة أنت قاعدة تبكي وأهل أنا راجل كيبلوم وخلاص بشاوروا ياتو بورسه ياتو بشيله ياتو بيقدر بيجي بندس فوقها دونك ولا عندك ديسيزيون ولا عندك ولا بشاوروكي ولا بقروكي دونك سيتياسيون وادين انا فيف جايد في عاداتنا وفي تقاليدنا خلي الحكومه تقف معانا والاوين دول ننتم حقوقهم اوين وهادين قاعدين برا عندهم زراعه عندهم شان انا بس بهرته شان دخل بشولو منك شغل بخلو لك كي ما في وبعدين بجوا الايال زاده بقسموه ما بخلوا الايال بقوشوا ما مهاتهم إيال ده ذاته ده بنتولي ده بيشيل ده بيشيل ده دونك وين السانس أنا الفامي سانس أنا الفامي في مكان ده ما في وأنا نطلب من الحكومة ونطلب من الحكومة أنا كاتريم ريبوبليك ومن رئيس الجمهورية خلي أدوبت لنا اللواء زي ما أنتونا 30% أكوتا أنا الأوين دوني دور اللواء لأن
ليدحر ال 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 أهل الراجل ده أهل الميت ده ما يجي يمرقوا المرة من البيت. مرة كان مرقوكي من بيت زغلوكي من برا تلقى وين بكان تقول. ونطلب من الحكومة وخاصة المينستير أنا جوستيس خليه يقوم بأهميته، خليه يقوم بأهميته، لأن سيرتين ماجسترا دول ده سيخو القديم بسعودة ما صحيح، ما صحيح. أنت نالوم مرة كان جات تبكي ليك ما قدر فزعت، هذا تقدر تفزع يا تو في الدنيا ما تقدر تفزع نادو، لأن المرأة هي الأم والأخت والبيت والزوجة. أنت مرة جات تبكي ليك في درواها في حقوقها ما دافد لا ما حامد لا، أنا نقول ما عنده مانع لأن أنت تلقى ماجستراكم في الدولة ما عنده مانع.